ولتفاصيل أوفى مشاهدينا تنضم إلينا مراسلة قناة الأخبار من لبنان مي فرحات. مي أهلا بك، بداية لو تطلعين على جديد الوضع لديك في ظل استمرار الهجمات الصهيونية. أهلا بك منصور. طبعا اليوم شهدنا توسعا ملحوظا للاستهدافات الإسرائيلية في لبنان، في حين لا يزال الهدوء الحذر يخيم على الضاحية الجنوبية للبنان منذ أكثر من 48 ساعة، ولا تزال بيروت محيدة عن الاستهدافات الإسرائيلية. شهدنا توسعا في جبل لبنان وفي قضاء البترون الذي استهدف لأول مرة اليوم، واستهدفت منطقة درب الله. وبحسب الصور التي كنا قد شاهدناها والمشاهد تشير إلى استهداف مبنى، وبحسب المعلومات كان يقطنه نازحين. لا معلومات عن طبيعة هذا الاستهداف لا من الجانب الإسرائيلي ولا حتى من الجانب اللبناني حتى اللحظة، ولكن بحسب محصلة وزارة الصحة هناك قتيلين في هذا الاستهداف وعدد من الجرحى. أيضا كانت المعيصرة في كسروان قد استهدفت اليوم للمرة الثالثة، وهناك طبعا كما بتنا نعرف هناك محاولة لاغتيال مسؤول منطقة جبل لبنان والشمال في حزب الله الشيخ محمد عمره. وأيضا ليس هناك بعد من معلومات إذا ما نجحت هذه المرة إسرائيل باستهدافه بعد محاولتين فاشلتين، ولكن أغارت أيضا على مبنيين سكنيين ومحصلة شبه نهائية من وزارة الصحة أكدت عن سقوط 9 قتلى في هذا الاستهداف. من جهة أخرى، ما كان ملحوظا اليوم هو حوالي 20 بيانا لحزب الله متتاليا عن الحدود الجنوبية للبنان وعن اشتباكات مع قوات إسرائيلية، وهذا طبعا يعكس هذه البيانات تعكس وتيرة تصاعدية على القرى الجنوبية في لبنان، في حين كان قد أكد حزب الله أنه تصدى لمحاولة توغل جديدة في منطقة بليدة الجنوبية وفي منطقة رامية الجنوبية. أيضا تستمر الاستهدافات في هذه الأثناء في البقاع وفي جنوب لبنان. أما البقاع اليوم فقد شهد على أعنف استهدافات، وأريد أن أذكر الاستهداف الذي طال النبطية، طال شارع تجاري بشكل موسع أيضا نشهده في هذه الأثناء لأول مرة، أو في هذه الحرب لأول مرة. لطالما كانت النبطية هدفا وقضاء النبطية بشكل عام هدفا للعدو الإسرائيلي، ولكن اليوم استهداف الشارع التجاري في النبطية أدى إلى دمار كبير، وهو الشارع الحيوي بالنسبة لهذه المنطقة تجاريا وحتى خدماتيا، وكان يأوي حوالي 150 عائلة من النازحين، فضلا عن 70,000 من السكان يقطنون هذه المنطقة. هذا الاستهداف بشكل مدمر وواسع وكبير لم نشهده حتى في حرب تموز 2006، وبحسب الصور التي تم نشرها والمشاهد التي كنا قد رأيناها، هذه الاستهدافات التي أدت إلى دمار كبير يبدو أنه من الصعب إعادة ترميمه، وهذا ما عكس لنا صورة عن توسع الاستهدافات الإسرائيلية بشكل كبير اليوم. وبالطبع أتطرق اليوم وحاليا إلى أعنف الاستهدافات، وهناك العديد من الاستهدافات الإسرائيلية في كافة المناطق اللبنانية. إذن هناك يعني ميت توسع وتمدد للعدو الإسرائيلي في قصف لمناطق في لبنان من الجنوب والضاحية الجنوبية إلى شمال لبنان كما ذكرت في قضاء الباترون و أيضا المعيصرة وبعض المناطق في شمال لبنان. ما يعني الاحتلال كما في غزة يقوم بجريمة حرب وهي استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، يعني كيف هو الوضع الصحي لديكم وكيف تتعامل الفرق الطبية؟ لا شك أنه مع توسع العدوان الإسرائيلي على لبنان وبشكل وحشي بات ملحوظا بشكل كبير، وخاصة مع استهداف المدنيين، لا شك أن الوضع الصحي يزداد تعقيدا مع مرور الوقت ومع عدم التوصل لحل دبلوماسي يوقف إطلاق النار. اليوم منظمة الصحة العالمية كانت قد أشارت إلى أن لبنان يعاني وضعا صعبا في القطاع الصحي، وأن هناك تخوف من انتشار الأمراض إذا ما استمرت
مسيره هذه حركه النزوح الكبيره وهذه الاستهدافات الموسعه. ايضا مفوضيه الشؤون الانسانيه في الامم المتحده كانت قد اشارت الى خروج 4 مستشفيات عن الخدمه في لبنان، عفوا 5 مستشفيات، واربع مستشفيات تعمل دون الكفاءه اللازمه. اليوم الاستهدافات التي شهدناها وهي استهدافات عنيفه على البقاع، ايضا طالت المستشفيات في البقاع، طالت 3 مستشفيات تحديدا في البقاع، مما ادى الى اقفال عدد من اقسام هذه المستشفيات، وهذا ما يعكس ان الوضع الصحي ويؤكد ان الوضع الصحي سيزداد سوءا اذا ما استمر هذا العدوان. اود ان اشير الى ان الصليب الاحمر اللبناني ايضا اليوم في بيان له كان قد اشار الى انه يطلب من اليونيفيل ان تواكب كل تحركاته، وهذا التصريح طبعا يعكس ان القطاع الصحي الذي هو مهدد بشكل كبير والذي خسر من طواقمه حوالي 100 شخص بهذه الاعتداءات منذ بدء الحرب حتى اليوم، لا شك انه يخاف التنقل في الطرقات اللبنانية، وحتى المساعدات التي تصل الى لبنان تحصل على مواكبة من الصليب الأحمر لكي تستطيع السلطات اللبنانية أن توصلها إلى المناطق التي ما تزال محاصرة والمناطق البعيدة نسبيا، تطلب مواكبة الصليب الأحمر الذي يرفع شارة الصليب الأحمر ويقوم بمواكبة هذه المساعدات. لا شك أن الوضع الصحي يزداد سوءا ويزداد تعقيدا وسيزداد إذا ما استمر هذا العدوان الإسرائيلي، وخاصة أننا شهدنا كما شهدنا في غزة في لبنان استهداف لطواقم القطاع الصحي وقطاع الطوارئ في لبنان بشكل كبير وموسع. نعم، يعني اليوم انعقد مؤتمر الحوار الوطني دفاعا عن لبنان وضم كتل سياسية وقوة في لبنان، كيف يعني ترين ردود الفعل داخليا على ما خلص إليه ودار في هذا المؤتمر؟ هذه الكتل التي شاركت في هذا المؤتمر، الكتل السياسية التي شاركت في المؤتمر الحواري اليوم في لبنان، هي الكتل التي لطالما طالبت بعدم إدخال لبنان في هذه الحرب، وطالبت من بعد دخول لبنان طالبت بفصل الجبهات بين لبنان وبين غزة. اليوم في هذا المؤتمر كان مطلوبا من الشعب اللبناني حتى، وكانت ردود فعل الشعب اللبناني أنهم يريدون وقفا لإطلاق النار بأي ثمن في لبنان، خاصة وأنهم تعبوا، وخاصة وأن السلطات اللبنانية لم تعد اليوم قادرة على تحمل هذا العدد الكبير من النازحين الذي وصل لأكثر من 1,200,000 شخص. هذا في محصلة أيضا ليست نهائية، وتقدر الأرقام أن تكون أكبر بكثير. إذا كانت دولة قوية لا تستطيع تحمل هذا الرقم المهول، فكيف بدولة تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية منذ العام 2019. ردود الأفعال طبعا جاءت تطالب كما طالب هذا المؤتمر بفصل الجبهات، بوقف إطلاق النار على لبنان، لأن اللبنانيين لم يستطيعوا تحمل تداعيات هذه الحرب. وهذه الكتل أيضا السياسية أود أن أشير إلى أنها كانت ضد دخول لبنان الحرب، لأن لبنان يعاني من أزمات، وكانت تقول أنه لن يستطيع تحمل تداعيات هذه الحرب إذا ما توسعت، واليوم توسعت، ورأينا أن حتى خطط الطوارئ التي عملت طيلة هذه السنة منذ بداية الحرب حتى اليوم السلطات اللبنانية عليها لم تكن كافية، وقد واجهت أزمات لم تكن متوقعة بسبب العدوان الإسرائيلي المكثف والوحشي الذي نشهده على لبنان. اليوم تغير طبعا تغير التصاريح الحكومة اللبنانية تغيرت، وباتت تقول أنها مع فصل الجبهات، وباتت تقول أنها جاهزة لنشر الجيش اللبناني في جنوب لبنان بشكل أوسع وتعطيه صلاحيات أوسع، كل هذا لتؤكد أنها جاهزة لوقف إطلاق النار، وبالتالي تطبيق القرار الأممي لمجلس الأمن القرار 1701. لكن اليوم بتنا أمام معضلة جديدة، وهي أن العدو الإسرائيلي وسع أهدافه ولم يعد يكتفي بالقرار 1701،
بل بات يتحدث اليوم عن نزع سلاح حزب الله، وهذا ما يرفضه طبعا الحزب سياسيا وداخليا، وهذا نعم ما أكد عليه العدو الإسرائيلي أنه يريد تغيير الواقع السياسي في لبنان وفي الشرق الأوسط. نعم الزميلة مي فرحات مراسلة قناة الأخبار كنت معنا من بيروت، شكرا لك على كل هذه الإيضاحات.